عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على البركاج اللي تعرض له على الشابي وهو مروح من العمل متاعو، باش تعرفوا انه البلاد ما عادش فيها أمان. هو على الأقل نجم يوصل صوته، لكن فما آلاف منه ما نجموش يوصلوا صواتهم، وكل يوم يتعرضوا للبركاجات وإلى الموت. هذا اللي كان باش يصير مع علاء الشابي. هو مروح في الليل من الخدمة متاعه، حكيت ساعتين ونص 3 متاع الصباح، يلقى شخص في الكياس ثامن حسما قاعدين نراو، تعرض له ويقف له في قلب الطريق ما خليهش يتعدى ويوقف في السيارة. براكاج معناتها بين أمي بابا. الفيديو موجود على الانستغرام متاع علي الشابي، حاول يتفاداه بكل الطرق وبأضمن الطرق باش يمنع هو وباش يمنعه هو زيادة الشخص على ما اظن يشير بحرة باش يسكر المفيد ماهوش في وعيه. حبي يبركيه في قلب الكياس وهو مروح ما 3 متاع الصباح في عز الشتاء. المناظر هذه قاعدة تجول كياساتنا يتعرضوا للعباد اللي مروحة من خدمها، يعلم بهم ربي مساكن يخدموا لوجه الصباح باش تجي انتي تبركيه تنحي له فلوسه اللي تعب عليها واللي خسر عليها عمره، ويكتب عليها عليه مروح من الخدمة توا. شوفوا هالكوارث اللي مسيبة عقاب الليل، اي بالمنجد كوارث، لان حلت برشا كوارث على وجه الارض وقتلت برشا ناس. ما تعرض له هو وفيت وهرب منه وسلكها والحمد لله، غيره ما ينجمش يسلكها خاصة على ساقيه ولا على موته. ربي يهديكم ان شاء الله تلقاو حل في اقرب الفرص وتنقصوا علينا او تحدوا علينا على الاقل لعملية البركاج هذه اللي قتلت العديد من الناس. ما تنسيوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وباي باي.